حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه عبد الاعلى حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حدثنا قتاده وقال ادم عن شعبه الميت يعذب ببكاء الحي عليه